تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. إذن مستمعين أرقام التواصل معنا 600-55-1414 وعن طريق الرسائل النصية على 4006. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم الهيئة وعبر عن جسر التواصل ونافذة لاستقبال ملاحظاتكم آرائكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي، تطوير خدمات هيئة الصحة في مستشفياتها ومراكزها التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وأيضا تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتمنى أن تكون إن شاء الله حلقة مميزة بكم وبمداخلاتكم وتفاعلكم معنا. أول البرنامج بس حابين ننوه برابط التأمين الصحي، أعزائي المستمعين نود الإشارة إلى أن هيئة الصحة بدبي قد خصصت موقعا لخدمات التأمين الصحي وهو www.ishd.ae يعني اسعاد.ae. هذا الموقع يمكن أفراد المجتمع الدخول عليه لتعرف على التفاصيل الخاصة بمنظومة التأمين والمستهدفين منها في إمارة دبي، وأيضا باقي التأمينات المتوفرة وأي موضوعات متعلقة بالتأمين. ستجدون أعزائي المستمعين إجابات واضحة لاستفساراتكم وتساؤلاتكم حول هذا الموضوع، وأيضا باكر بإذن الله بتكون عندنا حلقة خاصة عن التأمين مع الدكتور حيدر اليوسف اللي حاب يتواصل معانا. بعد كذلك بتكون الحلقة خاصة بالتأمين. خلونا ناخذ يعني أهم ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل اللي أصبحت يعني جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأيضا عند بعض الأشخاص هو إدمان حقيقة، لأن الواحد يقعد على السوشيال ميديا مثل ما يسمونه السوشيال ميديا من الصبح لين ما يرقد، وأول ما ينشف التحين يطالع السوشيال ميديا. ولا شو رأيك اسم الجناحي؟ اسمه صباح الخير. ألو، عليكم. هلا أخوي محمود، أهلين. وين سرتي عنا نترياك؟ ذاك الميوت بالغلط. أي ما عليش. هيا الله اسمع خبريني. أنا ما أدري أقول لك، أيمن قاعد يرفع فيدر وينزل تخبل علينا. عموما اسمع، شو عندنا اليوم في السوشيال ميديا؟ اليوم نبدأ مع الرسالة الصباحية اللي نحن عودنا المستمعين عليها، ورسالتنا اليوم تقول: جد التوازن بين عملك وحياتك الخاصة، فكل ما خلطت بينهما كل ما زادت الضغوطات عليك. ونحن نتكلم عن الضغوطات النفسية. كيف الواحد ممكن يسوي توازن ما بين حياته الخاصة والعملية؟ والله تبصك أحيانًا أحس إن يعني الدنيا تدور ضد الإنسان، لكن المفروض إنه على الأقل يفصل مشاعره في الدوام والبيت. صحيح. يعني إذا عنده مشاكل البيت ما يأخذها مع الدوام، وإذا عنده مشاكل الدوام ما يأخذها مع البيت. صحيح. عسب إنه يعيش حياة، يعني يفصل، يعيش حياة سعيدة. جميل، لأن حتى لكل شيء وقته، عرفتي؟ يعني في الدوام هنالك الضغوطات، هنالك الأشياء اللي الواحد لازم يلتزم فيها ويسلمها، وفي البيت في التزامات خاصة يعني، أو في حياتك الشخصية هناك التزامات مختلفة تماما عن التزاماتك في العمل. فيوم بتسحبها معك، بتسحب الضغوطات مات البيت للعمل، أو بتسحب ضغوطات العمل للبيت، هذا واحد منهم أو اثنينهم بيأثرون على بعض، ولا شو رأيك؟ يا راي من رايك اخوي محمود. انزين، شو عندنا بعد غير؟ غير هذا برنامج حمدان بن محمد للحكومات الذكيه،
نحن ترشحنا للفوز بجائزة الجمهور. نعم. فالمبادرة اللي ترشحت هي مبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي واللي تعاون فيها مستشفى راس ومستشفى دبي اللي هو مركز واحد لمرضى سرطان الجهاز الهضمي اللي ما يحتاجون إن ينتقلون بين العيادات. فحاليا نحن نتمنى من الجمهور اللي فعلا حس إن هالعيا المبادرة تسعدهم وتساعد المرضى أن يصوتوننا في الموقع الإلكتروني الخاص بالتصويت اللي هو void.dtmc.gov.ae. إذن هذه بتكون الجائزة عليها بتصويت الجمهور. هي بتصويت الجمهور. وهذه المبادرة الوحيدة اللي ترشحت هيئة الصحة فيها للفوز بجائزة الجمهور. جميل جدا. نحن نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع وأنا أضم صوتي لصوتك على أساس أن الكل يحاول بشكل أو بآخر أن يساهم في التصويت لهذا التعاون اللي تم بين مستشفى راشد ومستشفى دبي. وهو تم أخوي محمود دمج 3 عيادات أنها تكون في عيادة واحدة فالمريض يعني يوفر عليه الوقت وحتى أنه يقدر يشوف الدكاترة كلهم في نفس الوقت. أتذكر أتذكر أسماء يعني كانت المواعيد هذه ما بين 120 يوم تم اختصارها لأقل من 20 يوم وهم 3 تخصصات يعني هو لما يصير العيادة هاي تشوف أطباء من 3 تخصصات في نفس الموعد. جميل جدا جميل جدا. طيب أسماء في شيء بعد بتضيفينه؟ لا شكرا. أنا شاكر لك هذه المداخلات وشاكر لك هذه الرسائل الإيجابية على الصبح. شكرا لك يا أسماء. الله يحفظكم. إذن كانت معنا أسماء الجناحي مسؤولة على طول سكرتها مسؤولة السوشيال ميديا. يا أخي نزل الفيدر يا أخي. عموما أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا أو الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي. إذن مستمعينا أسماء تطرقت لموضوع مهم جدا اللي هو عملية الاختيار أفضل مبادرة حكومية لهذا العام لتستحق جائزة الجمهور في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية. المبادرة هي العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي. هني نحن العيادة هذه يعني حتى لو أنت يعني ما استفدت منها بشكل مباشر أو حد من أهلك ما استفاد منها، لكن الفكرة يا جماعة الخير الفكرة أنك أنت تضم أو تنشئ تعاون ما بين مستشفى راشد ومستشفى دبي في جعل يعني أو اختصار هذه المدة الطويلة اللي كنتوا تحصلون فيها على المواعيد ما بين 120 يوم على أساس أنك أنت توصل لهذه المواعيد، لا اختصرتها في 20 يوم وأقل. أعتقد إنجاز يستحق التقدير ولا شو رأيكم؟ الموضوع راجع لكم إذا حابين تصوتون لهذه المبادرة. أيضا إذا عندنا وقت نقرأ خبر واحد أيمن؟ أوكي. علماء يكشفون عن فوائد جديدة للجري. ذكر علماء من الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفوا فوائد جديدة لممارسة الجري، وممارسة الجري بانتظام وفقا للعلماء لها فوائد جمع على صحة الإنسان. فالدراسات الحديثة في علم الأعصاب بينت أن الركض يحسن الروابط الوظيفية بين مناطق الدماغ المختلفة وله تأثير إيجابي على القدرات المعرفية كالتخطيط وصنع القرارات والقدرة على تحويل الانتباه عند حل القضايا المختلفة. وأيضا نقول يعني دائما الرياضة تساهم بشكل أو بآخر في تعزيز نمط الحياة الصحية عند الأفراد وأيضا بالتالي عند المجتمع، ونخرج بمجتمع أكثر صحة وسعادة، وهذه هي الرسالة التي تسعى لها هيئة الصحة بدبي. عموما مستمعينا بعد الفاصل عندنا مواضيع جميلة ما نطرحها ونتعرف على هذه المبادرات التي دخلت معانا ضمن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. إذن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أكد أن الشباب
شباب الإمارات قادرون على صنع الإنجازات والتميز في مختلف المجالات، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قيادة دولة الإمارات، مشيرا سموه إلى أن عمر الدول يقاس بقدرة شبابها على صناعة المستقبل وتحقيق الريادة في مختلف المجالات. عبر سموه أيضا عن تقديره لما حققته الكوادر الشابة في حكومة دبي من إنجازات ومبادرات مهمة حرصوا من خلالها على تقديم خدمات تقدم للمجتمع وتحقق السعادة للناس، مؤكدا سموه على ثقته في أن تشهد جائزة الدورات القادمة لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية مزيدا من الإنجازات والريادة. طبعا سموه أعرب عن أمنياته بالتوفيق للفائزين بجواز هذه الدورة من الجائزة، ووفق ما أعلنه سموه في هذا الجانب فقد فازت هيئة الصحة بدبي بأربعة جوائز مهمة، هي فئة أفضل تعاون داخلي لتحسين الخدمة. طبعا هي ترشحت الهيئة عن هذه المبادرة، مبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي، وهذه ما نتكلم فيها إن شاء الله مو بالحين بعد الفاصل. فئة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول تطبيق ذكي، وذلك عن تطبيق هيئة الصحة المميز تطبيق حياتي، فنحن نتكلم أيضا. في عندنا الأستاذ محمد عمر باكير من هيئة الصحة بدبي فاز عن فئة أفضل مدير مركز اتصال، وأيضا حازت هيئة الصحة بدبي على تكريم خاص ضمن الفريق السماوي، وذلك عن خدمات صحة الأطفال لتقليل نسبة الإصابات بالسمنة. حول هذه الإنجازات التي تمثل إضافة مهمة لهيئة الصحة بدبي، يعني يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو حاليا الأخ محمد بكير مدير مركز الاتصال في هيئة الصحة بدبي، وهو الفائز عن فئة أفضل مدير مركز الاتصال. مرحبا أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك. أيضا في عندنا، أنا أسمع صوت غريب، إيه زي عندنا أيضا الأخ وليد الظهوري المتخصص في إدارة تقنية المعلومات هيئة الصحة بدبي. مرحبتين أستاذ محمود. ودكتورة عارفين فيك، أنت كان مفروض تكون أظني وفا معانا، وفا عايش، لكن أنتو بتتحدثين معانا اليوم إن شاء الله عن الفريق السماوي، صحيح؟ نعم. أنا دكتورة أسماء جاسم مالله، استشارية أمراض غدد صماء وسكري لدى الأطفال في مستشفى دبي، ورئيس الفريق السماوي. جميل دكتورة، بما أن الحين منبتدي معاك الحوار هذا، لأن الفريق السماوي كانت الفكرة الأساسية من هذا الفريق، يعني الهدف كان هدف جميل استراتيجي خاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما نتكلم عن إمارة دبي، لأن أنتوا التغطية مالتكم كانت لإمارة دبي، لكن الهدف هو هدف استراتيجي للدولة. خلينا نعرف المجتمع والناس عن هذا الفريق وشو اللي كنتوا تسعون له بالضبط. نعم. وإن شاء الله يا رب يعني قدرنا نوصل لمراحل متقدمة في هذا المجال. طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وإحنا شاكرين الاستضافة في برنامج صحة وسعادة. طبعا المهمة اللي أوليت من المجلس من النموذج دبي سباق بنات المدينة للفريق السماوي كان تختص بصحة الأطفال، وهي تقليل نسبة السمنة في الأطفال من عمر 5 إلى 17 سنة. طبعا من أجل هذه المبادرة شاركت 5 جهات حكومية اللي هي هيئة الصحة بدبي، بلدية دبي، هيئة المعرفة، منطقة دبي التعليمية، ومجلس دبي، مجلس دبي الرياضي. احنا طبعا الفريق، اعضاء الفريق عقدنا عدة اجتماعات لعشان نطلع بمبادرات، والاجتماع يعني الشيء الاساسي اللي اعتمدنا عليه ان احنا اساس نحمي او ننزل نسبة السمنة. العلاج اوكي موجود، لكن احنا نحتاج الى الوقاية، والوقاية تحتاج الى حملات كثيرة وحملات تكون فيها شيء يعني مستطاع ومستدام. فمن أجل هذا الشيء أطلقنا 3 مبادرات رئيسية. المبادرات الرئيسية للفريق كانت المبادرة الأولى هي اسمها مبادرة الملف الصحي، الثانية كانت مبادرة أعرف غذائك، والثالثة مبادرة المدارس السعيدة.
نتكلم باختصار عن مثلا المبادرة الملف الصحي. في الملف الصحي تم إطلاق تقريبا 4000 أو إعداد 4000 ملف صحي لطلبة المدارس في دبي، وتحليل الوضع الراهن لهم يعني على وتقييمهم على حسب أوزانهم لحسب مقاييس منظمة الصحة العالمية. فإذا هو كان تحت الطبيعي، طبيعي، وزن زائد أو سمنة. بس مش هذا، احنا قمنا مشاركة هذه النتائج مع الأهل طبعا عساس أن لازم الأهل يكونوا موجودين في هذا الشيء، لأن احنا اعتمدنا على شيء أن احنا عساس نوصل أن نحمي السمنة أو نقي من السمنة. لا يمكن نتعامل مع الطفل لوحده فقط، الطفل هو المحور الرئيسي، لكن عساس ننجح لازم نتعامل مع جميع المحيطين فيه، وبالأخص الأسرة والمدرسة، لأن هذا أكثر وقت يتم فيه الطالب، يعني يا يكون في البيت يا يكون مدرسة، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية، لأن هذا المكان الثالث اللي يتواجد فيه إذا مش في البيت ولا في المدرسة. هذا بالنسبة للمبادرة الأولى. نعم. زين نعم. أنا بتكلم عن المبادرة الثانية والثالثة معك دكتورة، بس إذا بتسمحي لي بنتقل حق الأستاذ محمد بكير، خلينا نتعرف، لأن محمد ما شاء الله عليك أنت في أكثر من مناسبة ترشحت للعديد من الجوائز، لكن هذه السنة اللهم لك الحمد يعني فزت بجائزة أفضل مدير مركز اتصال. أول شيء خلني أعرف مركز الاتصال خاص بهيئة الصحة هو عبارة عن إيش؟ شو الخدمات اللي يقدمها؟ شو حجم الضغط اللي موجود عندكم؟ وبعدين بتكلم عن المواضيع اللي تم تقييمكم عليها على أساس تحوزون على هذه الجائزة. إن شاء الله. بداية بشكر استضافتكم لألنا خير ببرنامج صحة وسعادة. مركز الاتصال بهيئة صحة بدبي أو 800-342 أو 800 DHA، انطلق المركز بسنة 2011. هو مسؤول عن الموظفين مسؤولين عن الإجابة عن جميع الاستفسارات متعلقة بخدمات هيئة الصحة بدبي، واللي هي بتتنوع بين خدمات تراخيص طبية، اللياقة البدنية، خدمات العيادات الأولية أو المستشفيات الحكومية. حين التأمين الصحي بعد ما شاء الله. التأمين الصحي حاليا مستقبل عدد كبير من الاستفسارات بخصوص التأمين الصحي، والحمد لله الموظفين مدربين على إمكانية المجاوب الإجابة على جميع هذه الأسئلة. جميل جدا. والمركز بيعمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، الموظفين مؤهلين الحديث بخمس لغات وموجودين متواجدين معنا من جنسيات مختلفة. و 24 ساعة 7 days 24 ساعة 7 days طيب. بأي وقت المتعامل بده معلومة عن هيئة صحة بدبي في يتواصل معنا. جميل. أنا برجع بعد بتكلم عن أسباب اختيارك لهذه الجائزة وفوزك بها من خلال التقييم اللي صار لك، لكن بتكلم عن تطبيق جميل من التطبيقات اللي نحن نفخر فيها حقيقة، لأن مستوى شوية عالمي، يعني ممكن أي حد من أي مكان في العالم يستفيد من هذا التطبيق، وهذا التطبيق يلامس يعني واحد من الأمراض اللي المزمنة للأسف، يعني واللي نتمنى أن الله 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 يعافي الجميع من هذه الأمراض. وتطبيق حياتي، تطبيق حياتي يعنى بمرضى السكري، فأستاذ وليد خبرنا عن هذا التطبيق، شو هو بالضبط وليش حصلتوا على جائزة يعني أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول؟ إن شاء الله أستاذ محمود، حبيت أرجع لكلام الدكتورة، العلاج ممكن بس الهدف الأساسي عندنا نحن التوعية والوقاية. صحيح. فمن هالأفكار هالثنتين نحن طلعنا بتطبيق حياتي. تطبيق حياتي طبعا من أهداف التوعية، وبعد نفس الوقت للمريض السكري أن يدير يعني وضع الصحي. يعني من خلال التطبيق أطلقناه في فبراير 2016. التطبيق كانت يعني الخصائص اللي فيه قليلة، لأن نحن بغينا المستخدمين أول شيء يعرفون شو اللي هو موجود فيه وتطبيق ويتطورون مع التطبيق نفسه، يعني نضيف خصائص جديدة كل فترة يعني. وحاليا التطبيق هو موجه لمرضى السكري ديابيتي 1 وديابيتي 2، وبعد لقائمية بالرعاية، لأن عندنا نحن 30% تقريبا من مرضى السكري هم كبار السن. صحيح. فأنت كيف تخلي كبير السن يستخدم التطبيق بعد؟ صحيح. فمننا نحن خلينا خاصية جديدة اللي هي قائم بالرعاية، شخص عنده من أفراد عائلته سواء كان إذا هو طفل أبوه ولا شيء يستخدم التطبيق. من خصائص التطبيق عندنا نحن في خاصية إنترنت الأشياء، من خلال هذا الأجهزة الذكية تكون موصولة بالتطبيق، يعني ما له داعي تدخل انت مثلا عندك البيانات الجلوكوز قبل كل وجبه وبعد كل وجبه، تخيل عندك خمس وجبات في اليوم لازم تدخلها بشكل يدوي. وعاده مريض السكري يكون عنده دفتر صغير
يسجل الملاحظة هذه، فالنظام هذا بيغني عن الدفتر هذا اللي يشيله وياه، لأن البيانات أوريدي بتخزن وبتطلع البيانات بعد، مو بشكل كوجبة، بعد يبقي كتقرير بشكل يومي، بشكل أسبوعي، بشكل شهري. ممتاز. وبعد في مربوط بالفيتبت، فيتبت اللي هو الحركة اليومية اللي كنت، فتسجل حركة المشي عندك أنت والرياضة بشكل يومي. فيعطي جوائز عندنا في البرنامج. وعندك طبعا ضغط الدم، وبعد من غير هذا الوزن، وبعد التطبيق نفسه في تذكير لمواعيد أخذ الدواء، يعني مثلا تسجل الدواء اللي تبغي تأخذه بشكل يومي، فيعطيك تذكير بشكل يومي عن موعد دواك على أساس تحافظ على الدواء. وطبعا التطبيق فيه بعد وجبات غذائية لمرضى السكري، وبعد وجبات غذائية صحية ومحتوى عن السكري، وبعد مربوط بأنظمة الهيئة، فيذكرك مواعيدك إذا عندك موعد قريب، إذا حبيت تعدل الموعد ولا حبيت تلغي الموعد. طيب جميل. أنا بكمل معاكم، عندي دقيقتين وخليهم حق الشباب، وبعد ما نستضيف أيضا معانا حد آخر فايز معانا، لكن برجع بخلص موضوع التطبيق. التطبيق هذا فاز بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول. شو هي المعايير اللي تم اعتمادها في هذا المجال أن أنتم تفوزون بهذه الجائزة؟ أيضا أخوي وليد، إذا بتكلم بشكل عام عن الرؤية المستقبلية أو التطوير لهذه التطبيقات اللي تخدمها الهيئة. طبعا مثل ما ذكرت أستاذي، التطبيق هو أطلقناه في فبراير 2016، ومن خلال هالفترة نشوف، يعني كل فترة نسوي تقييم. صحيح. من هالتقييم نشوف شو الناس انطباعها في التطبيق هذا. أنا كل ما استضيفك في شيء جديد في التطبيق دائما. لا، في تحديث جديد. نحن مثلا أطلقنا سليب تراكر، اللي هو يعرف وقت نومك أنت على أساس إنه يشوف هل نومك صحي ولا لا. والمعايير كثيرة، يعني ما في يعني تقول معايير محددة. أهم شيء من معايير أمنية، من ناحية هل التطبيق هذا يعني أثر إيجابي بشكل كبير، هل قاعد يؤدي الغرض اللي هدفنا اللي مراد فيه يعني. في أشياء كثيرة يعني متعلقة بالتطبيق. ألف مبروك لكم أخوي وليد الظهوري. الله يبارك فيك. يعني إنجاز جميل جدا، نحن فخورين به والله. هذا الإنجاز إنجاز فريق كامل يعني تعب على الموضوع هذا، والفريق بعده ما زال شغال على الموضوع أساس أنه بعد يحدث. وإن شاء الله عندكم جوائز أكثر جاية في الطريق إن شاء الله. أرجع حق أستاذ محمد خبرني عن هذه التجربة، هي ليست الأولى في الترشيح لكم، لكن سبحان الله الواحد يستفيد من مرة والثانية والثالثة في عملية أن يطور من نفسه، فأنت نموذج جميل جدا لعملية التطوير للوصول إلى القمة. طبعا تم الإطلاق جائزة أفضل مركز اتصال وأفضل مدير مركز اتصال من قبل مركز نموذج دبي بسنة 2015 السنة الماضية، وتم ترشحي لهذه الجائزة السنة الماضية، بس ما تم الفوز أو الاختيار وقع علي. كان في إصرار أكثر السنة لنطبق المعايير المطروحة من قبل النموذج، ولإمكانية الترشح مرة تانية، والحمد لله الحمد تم الاختيار السنة، وكنت الفائز عن فئة أفضل مدير مركز اتصال. جميل. يعني هذا الإصرار يعني يحقق النجاح، فالواحد يعني هذه رسالة جميلة يوجهها للمستمعين، بأن إذا 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 ما وصل في المرة الأولى مو معناته إذا أنت فشلت مرة واحدة معناته أنك أنت فاشل، لا. طبعا. هذه نقطة لبداية النجاح، النقطة لتعرف وين كانت المشاكل بالمرة الأولى وتنطلق منها للمرة الثانية لتنجح. وأكيد هذا الشيء كان بدعم كبير من الحمد لله القيادة الموجودة بالقيادة العليا، سواء قيادات على المستوى الإدارات بهيئة الصحة بدبي وفريق العمل كله، مجتمع الجهود كانت مجتمعة، وصلنا لهذا الفوز الحمد لله. جميل جدا. أنا يعني أشكر الأستاذ وليد الظهوري اللي هو رئيس قسم التطبيقات الهاتفية صحتي المؤسسية في هيئة الصحة بدبي، وأيضا كل الشكر لمحمد بكير مدير مركز الاتصال في هيئة الصحة بدبي على وجودكم معنا. دكتورة أسماء، نحن نتواصل معك من بعد الفاصل، فبعد الفاصل منكمل الحوار عن الفريق السماوي، وأيضا عن مبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. حياكم الله معنا مرة ثانية مستمعينا الكرام، وهذا الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم
بكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. إذن مستمعين نستكمل الحوار حول جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية والإنجازات اللي تحققت. نستكمل الحوار مع الدكتورة أسماء جاسم الله استشارية أمراض استشارية أمراض غدد صماء وسكري لدى الأطفال في مستشفى دبي. حياك الله معنا مرة ثانية دكتورة. وأيضا ينضم لنا للاستوديو كذلك دكتور أحمد محمد خصواني. أحمد محمد صح؟ خصواني صح. أي أحمد محمد خصواني. طبعا دكتور أحمد هو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد. طبعا دكتور انت البارحة كنت معانا في الحلقة وكان كنا نتكلم عن شهادة الكي اي ام جي اسمها كذا صح؟ كي بي ام جي للجودة. هذه الشهادة اللي تم اعتمادها من احد المراكز العالمية في بريطانيا اعتقد صحيح اذا ما خانتني الذاكرة وفزتوا بها. فهذه عطت القسم يعني اعتماد قوي صحيح. لان الشهاده هذه ما تعطى لاي قسم لا في لها معايير صارمه في هذا المجال. الان كذلك يعني بما ان الانجازات تهل مره واحده ففزتوا كذلك عن او تم ترشيحكم لافضل تعاون داخلي لتحسين الخدمه صحه وسع افضل تعاون داخلي لتحسين الخدمه عن مبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي. شو هي هذه المبادرة؟ هو بسيدي طبيعة الحال مبادرة الشيخ سمو الشيخ حمدان للحكومة الذكية. طبعا عيادة المشتركة بين وبين الأورام وهي عيادة مخصصة في مشفى راشد تجرى كل خميس. طبعا بطبيعة صعوبة الحالات سرطانات الجهاز الهضمي والضرورة إلى وجود فريق متعدد لعلاجها ومتابعتها وأخذ القرارات الهامة المصيرية على مستوى المريض هو إن كان علاج كيماوي أو جراحي. فلذلك تم إنشاء هذه العيادة وبحجم مرضى مهم ومعتبر تتكون من عدة اختصاصات في نفس اليوم وبالتالي المريض يتلقى فيها أفضل الخدمات الصحية الممكنة فيما يخص بسرطانات الجهاز الهضمي. ولذلك تم ترشيح هذا العيادة نسبة لكفاءة العمل ونوعيته لجائزة سمو الشيخ حمدان. وإن شاء الله إحنا بانتظار نتائج طيبة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أنا برجع أتحدث مرة أخرى دكتور عن المبادرة الجميلة اللي تم إطلاقها والثلاث مبادرات. نحن تحدثنا عن مبادرة واحدة دكتورة أسماء. اليوم نتكلم عن فريق سماوي تم تكريمه بشكل خاص من خلال جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية. تحدثنا عن هذه المبادرة. عندنا مبادرة المدرسة السعيدة ومدرسة والمبادرة الثالثة إيش؟ اعرف غذائك. اعرف غذائك. أوكي. خلينا نبتدي بعرف غذائك. أوكي. طبعا اعرف غذائك هي مبادرة كانت تعمل على تمكين المجتمع من اختيار الغذاء المناسب وذلك من خلال تقديم التثقيف التغذوي للأطفال والأهل. في خلال هذه المبادرة قمنا بإجراء عمل مسح ميداني للمقاصف المدرسية وإلزام موردي المدارس بتقديم الوجبات الصحية وبالإضافة إلى تم تحديث دليل المقاصف بناء على أفضل الممارسات العالمية ومناقشة هذه الممارسات مع خبراء. كان في مؤتمر للتغذية التطبيقية أجري خلال الشهر الماضي كانت برعاية بلدية دبي وكان في مستضيفين عدد من الخبراء في هذا المجال فتم مراجعة الدليل معاهم على أساس أن نكون على كل المعلومات الموجودة فيه بناء على أفضل الممارسات العالمية. المبادرة الثالثة كانت مبادرة المدارس السعيدة. احنا نعرف أن المدرسة لها دور فعال وإحنا كنا نبغي نتخذ من المدارس نقطة محورية لتبني أسلوب حياة صحية فقمنا بإطلاق هذه المبادرة هذه المسابقة. طبعا احنا عارفين أن المدارس لها تقييم على حسب الأداء والجودة فحبينا أن يكون هذا جزء من التقييم بالمدارس أن هي تكون مدارس صحية وسعيدة فهي كانت حتى اسمها Healthy and Happy Schools. فطبعا الطرح كان لجميع المدارس شاركت فيه أكثر من تقريبا 28 مدرسة وتم إعلان النتائج
النتائج في مايو 2016 باختيار لجنة تحكيم عالمية، وتم تسليم الجوائز لثلاث مدارس. طبعا هذا يشجع يفعل دور المدرسة، لأن كل المدارس طبعا حابة أنها تكون أيضا بما أنها هي ممتازة أو أنها مستواها الأكاديمي عالي أو فنبغي هذا الشيء يكون أيضا في المقاييس، وتتنافس المدارس في هذا الشيء، وبالآخر النتيجة مصلحة الطفل. فهذه اللي كانت المبادرة الثالثة. وفي شيء بعد أطلقناه اللي هي كانت اسمها منصة الرياضة والسعادة. هاي المنصة زارت المدارس، عدد كبير من المدارس، وقامت بعدد كبير من كانت حاضرة في عدد كبير من الفعاليات، وكانت تعمل على طرح برنامج رياضي وصحي اسمه برنامج على 10 على 10. يعني احنا مثلا عندنا في أجواء صحي، أجواءنا الحارة معظم يمكن شهور السنة أو تقريبا يمكن نقول 8 شهور من السنة، هذا مو بعائق للإنسان إنه يمارس حياة صحية. فعشرة على عشرة، 10 دقائق، 10 حركات في مكانه، وانت في مكانك في مكتبك. فبدينا نطلقها في المدارس، مش فقط للطلبة المدارس، لأهاليهم، للمدرسين، فعساس انه يكون هذا اسلوب نمط حياة يومي، وتقديم الاستشارات الغذائية في نفس الوقت لهم. جميل. انا عندي تقريبا 10 دقائق بعد على البرنامج دكتورة، بس ابغى اتكلم عن يعني بس اذكر بالجهات المشاركة في الفريق السماوي، وايضا الحين انتوا سويتوا كل هذه المبادرات، تم الترشيح زين والحمد لله يعني فزنا، بعدين شو اللي بيستوي؟ طبعا هاي كانت نقطة بداية، يعني هذا يمكن احنا نقول نقطة في اول السطر. احنا ان شاء الله مستمرين، احنا الجهات اللي معانا، الجهات اللي معانا اللي هي هيئة الصحة، بلدية دبي، مجلس دبي الرياضي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنطقة دبي التعليمية. منطقة دبي التعليمية. نعم. والتعاون بيستمر معاكم في هذه المبادرات. نعم ان شاء الله. زين، ولتحقيق المزيد من الانجازات في هذا المجال، لان مثل ما قلنا هذا مثل هدف استراتيجي لدولة. نعم. الامارات. نعم. طيب دكتور، أنا بنتقل، اسمحي لي بنتقل لدكتور أحمد. دكتور أحمد، التعاون الداخلي طبعا يعني المسألة الرئيسية في مثل هذه الجوائز كانت عملية تعزيز التعاون ما بين الإدارات، الأقسام، القطاعات، وأيضا الدوائر الحكومية أن تشتغل مع بعض. كان هذا الهدف، أن هنالك الكثير من الفرص التي يمكن الاستفادة منها ولتحسين الخدمة وجودتها، وأيضا سرعة الإنجاز. هذه 3 أهداف اللي كانت تسعى دائما لها الشراكات. الآن هذا التعاون الداخلي أثمر عن نتائج كثيرة تصب في مصلحة المريض. خلينا نتكلم عن النتائج هذه. هو بطبيعة الحال سيدي أستاذ محمود، كما تفضلت حضرتك، الاتجاه العالمي حاليا في كل مراكز الطب في العالم هو باتجاه أنه يكون في عنده فرق طبية متعددة الاختصاصات، بحيث القرار الطبي يؤخذ من فريق متكون من عدة اختصاصات، وخاصة الحالات الصعبة والمزمنة والتي تحتاج إلى قرارات هامة، أن يؤخذ القرار من قبل فريق متعدد الاختصاصات. فبالتالي تفعيل هذا الموضوع وهذا الاتجاه في مشافي هيئة صحة دبي هو بطبيعة الحال من المؤكد بأنه سيدفع باتجاه حصول المريض على الخدمات الصحية الكفوءة والحديثة والمتوافقة مع أحدث ما توصل إليه العلم في العالم. طبيعة الحال الأمراض المزمنة، خاصة أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، داء كرون والتهاب كولون التقرحي وسرطانات الجهاز الهضمي، هي دائما أمراض صعبة وتشتمل على عدة أجهزة، منها أحيانا تحتاج إلى طبيب جهاز هضمي، طبيب جراحة، طبيب أمراض جلدية، طبيب مفاصل. وبالتالي عندما يحصل المريض على قرار مشترك بالتعاون بين كل هذه الاختصاصات، هو بالتأكيد سيكون هذا الاتجاه هو لصالح المريض بشكل عام وخدمته والحصول على أفضل نتائج طبية. جميل. دكتور، يعني الخدمات اللي تقدم بشكل عام في القسم مالكم، نحن تحدثنا عنها البارحة، لكن الآن في ضوء حصول القسم على هذه الجوائز نبغى نذكر المستمعين بهذه الخدمات نعم. في الحقيقة سيدي، بطبيعة الحال قسم الجهاز الهضمي في مشفى راشد بتوجيه وإيماء من إدارة صحة دبي والتعاون مع إدارة مشفى راشد وبجهود حديثة من رئيس قسم الجهاز الهضمي دكتور سمير عبد الرحيم العوضي، نعمل بشكل متواصل على تطوير القسم على كل النواحي. لدينا 5 غرف للتنظير الهضمي بأحدث الأجهزة الطبية، أجهزة التنظير على مستوى العالم. لدينا قسم كبير للمرضى الداخلين مقبولين في المشفى. لدينا قسم شعاعي يتعامل معنا بأطباء أشعة كفؤين ومختصين بإجراء وقراءة الصور الخاصة في أمراض الجهاز الهضمي المعقدة والمزمنة. ولدينا صيدلية ومخبر متطورين على مستوى عالمي.
وبالتالي قسم الجهاز الهضمي في مشفى راشد لأنه المشفى القسم الأكبر في إمارة دبي على صعيد أمراض الجهاز الهضمي، فنحن نسعى حديثين بقيادة دكتور سمير على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمريض. ويمكن حضرتك أستاذ محمود تذكر الفترة الماضية كان في مؤتمر عالمي في مشفى في أبوظبي، وتم نقل كان تم البحث عن مركز كفؤ لهذا الموضوع، وبالتالي تم اختيار مشفى راشد للمرة الثالثة على السنة الثالثة على التوالي لإجراء ورشة العمل الخاصة في التنظير الهضمي. جميل. دكتورة أسماء، إذا ما نتكلم عن الخدمات اللي صحة الأطفال اللي تستهدف نسبة الإصابة بالسمنة في الهيئة بشكل عام، حتى بعيد عن الفريق السماوي، أنتم عندكم الكثير من هذه الخدمات، خلينا نتكلم عنها بشكل عام. طبعا مثل ما قلنا وقلت قبل أن الهدف هو العلاج، هذه مرحلة متأخرة، الأهم شيء الوقاية. فخلال خلال عملنا في الفريق السماوي قمنا بإجراء ورشة تدريبية لجميع العاملين في عيادات اللي تتعلق بصحة الطفل في هيئة الصحة بدبي، ورشة عمل تدريبهم على أن لما تتحول لهم هاي الحالات كيف أنهم يتصرفون معاها، شو الأشياء اللي مفروض يسوونها. طبعا غير إن هذا الشيء إن تم الاتفاق مع قسم التغذية عندنا في هيئة الصحة بدبي أيضا إن على إجراء أو تقديم النصائح، ليش فقط للأطفال، للأطفال والأهالي، لأن الطفل مهما كان يعني ما بيجيب أكله بروحه، يعني خاصة للطفل الصغير هو بيعتمد على اللي موجود في البيت أو على نمط الحياة، فتم تدريب الطاقم بشكل جيد في هذا الخصوص. وبعدين من خلال عياداتنا طبعا تمينا احنا نسوي الأشياء اللي هو ان المريض الطفل لما ييك لو لما يجي لأي عيادة سواء شو كان شكوى، عدد كبير من يمكن للأسف لضيق الوقت ولك يعني لزيادة عدد المراجعين ينسون يمكن يركزون على نقطة البي ام اي وكتلة الجسم ومقياس السمنة عند الأطفال. فقمنا نسوي هذا الشيء إن ننبه الأطفال في خلال زياراتهم، زيارة أي طفل لأي عارض، يمكن يكون عارض زكام أو كحة، إن لما يكون عند الطبيب أطفال، الطبيب لما يراجع مش فقط يهتم إلا للمشكلة الصحية العارضة الحين، أوكي هذا المهم، لكن أيضا برؤية بسيطة على مقياس كتلة الجسم وتطبيقه على حسب الجدول حسب منظمة الصحة العالمية، وتقديم النصح الملازم، يعني يشوفوا بيشوف وين واقع الطفل وشو النصيحة اللي يحتاجها للأهل، هل يحتاج فقط نصيحة عادية أو لا، يحتاج أيضا إجراء بعض الفحوصات أو ما أكثر إلى ذلك. جميل. دكتورة أسماء جاسم، مال الله استشارية أمراض غدد الصماء والسكري لدى الأطفال بمستشفى دبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة وهذه التعريفات، وأيضا أتمنى أشوفك في الحلقات القادمة معانا كذلك في يعني التوعية، مثل ما أنت تركزين دائما على الوقاية والتوعية، لأن درهم وقاية خير من قنطار علاج. شكرا لك دكتورة. أيضا دكتور أحمد خصواني، خصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، يعني كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل أن نختم اللقاء معك؟ طبعا أول شيء شكرا لحضرتكم وشكرا لإدارة إذاعة نور دبي على المبادرة اللطيفة وعلى حرصكم على توعية المرضى بالأمراض المزمنة والمستعصية وتقديم أحدث ما توصل إليه إنجازاتنا في إدارة هيئة صحة دبي، وشكرا لكم على الدعوة الكريمة. طيب أنا بعد كذلك دكتور أنا بتكلم عن مسألتنا أو بذكر المستمعين، لأن في بداية الحلقة تحدثنا أخواني المستمعين وخواتي، طبعا إذا ممكن تصوتون لمبادرة المبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي، إن شاء الله يعني هذه المبادرة تستحق جائزة الجمهور في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية. هذه المبادرة تمنح الجائزة لأكبر عدد من التصويت للمبادرات اللي تم الترشح لها. طبعا هذه المبادرة عبارة عن تعاون ما بين مستشفى دبي ومستشفى راشد حول هذا الموضوع. دكتور تقريبا يعني كم اختصرنا الوقت على المريض في مثل هذه المبادرة؟ بصراحة يعني أظن أنه هي ناجعة جدا على كل المستويات، على مستوى الخدمة الصحية وعلى مستوى الحصول على القرار الطبي بأسرع وقت ممكن. جميل. وهذه يعني بتساهم بشكل أو آخر دكتور، نحن ليش نبغي الجمهور يصوت لهذه المبادرة؟ السبب بسيط، أن هذه المبادرات تشجع الناس اللي يشتغل
يشتغلون في الهيئة وكذا، إذا فازوا بمثل هذه المبادرة بتشجعهم إن شاء الله لتعزيز مثل هذه الأفكار في الأقسام الأخرى في الأنماط الثانية. فأنت اليوم بتساهم أنك أنت تعزز مفهوم الشراكة ما بين هذه الإدارات للوصول إلى منصات التتويج، وطبعا هذا باختيار الجمهور. صحيح. شكرا لك دكتور أحمد خصواني أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في والكبد، وكل الشكر لدكتورة أسماء جاسم على الله كذلك، والشكر لكم مستمعين الكرام. لكن قبل لا أختم أبغي بس أقرأ هذه الرسالتين، واحدة عندي إجابة واحدة ما عندي إجابة بحاول أحولها. السؤال الأول يقول، أو المداخل تقول سؤالين لو سمحتوا. واحد، شو وضع اللي مسوي له تصريح عمل مؤقت؟ اثنين، أنا أعطيت شركة تأمين الأوراق من 15 يوم ولأن ما أعطوني شهادة تأمين وحين علي غرامات بسبب عدم تثبيت الإقامة، علما أن الشركة من أبوظبي والتأمين في دبي. طيب شيمة، هذه الرسالتين ينتقلون معايا لين باتشر إن شاء الله والتحول على دكتور حيدر. أيضا في رسالة تقول أنا متزوجة عمري 62 سنة عندي 4 أولاد، الله يعطيك طول العمر وإن شاء الله يحفظ لك أولادك. تقول ظروفنا المادية صعبة، أريد تأمين صحي رخيص وشامل المستشفيات ومعترف به. التأمينات اللي ذكرناها نحن هي 9 شركات الخاصة بالتأمين. أنت تبغين تفاصيل أكثر اختي اتصلي على 800-342 بيدلونك على الشركات اللي ممكن توفر هذا التأمين بأسعار اللي هي 550 درهم لين 650 على حسب الباقات اللي أنت تحتاجينها. وأيضا هذا السؤال بعد من حوله للدكتور حيدر كذلك باكر بيكون معانا بإذن الله ما تحدث عن التأمين الصحي بشكل مفصل. شكرا لكم مستمعينا، كل الشكر لشيمة تناك كانت معانا في التنسيق، والشكر الأكبر لقسم الإعلام اللي ساهموا في إعداد هذه الحلقة. شكرا أيمن سرحيل مخرجنا المتألق دائما، ولهنا عليك من زمان ما شفناك، لكن أنا ما أدري الحين أنت عطوك إجازة أبوة ولا خدتها ما خدتها، يحق لك إجازة أبوة على فكرة يعني. ألف مبروك ما ياك، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.